الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وعلمنا القرآن وفقهنا بالدين، وإنني ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي، ألا وإن القوم قد خيروني بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، وإني لا أعلم أصحابا أولى ولا أوفى ولا أصبر منكم ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا، وقد أبحتكم وأذنت لكم في حل ليس لي عليكم ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وانطلقوا إلى دياركم، عسى أن يفرج الله عنا وعنكم، وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري.